الأمريكيون يتجرعون من نفس الكأس الذي أذاقه للفلسطينيين. بالأمس كان أهل غزة يكتبون أسماءهم على أيديهم خوفاً من صاروخ إسرائيلي يمحي معالم أجسادهم وهوياتهم. واليوم غضب الرباني ينزل على الملايين من الأمريكيين. إعصار مدمر لم تشهد مثله فلوريدا منذ قرن احتجزهم في منازلهم بلا كهرباء ولا ماء، فلجأوا إلى الحيلة الغزاوية وكتبوا أسماءهم على أيديهم لكي يتعرفوا عليهم بعد مقتلهم. أهربوا الآن، إنها مسألة حياة أو موت. بهذه الكلمات توجه الرئيس الأمريكي بايدن إلى شعبه في فلوريدا. ميلتون، إعصار الموت، ومن قبله هيلين المزلزل. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟ هذا ما نخبركم به، فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. بدأ مسار إعصار ميلتون المدمر عبر فلوريدا كاضطراب استوائي في خليج المكسيك. ومع تزايد مياه المحيط الدافئة اشتدت العاصفة بسرعة إلى إعصار من الفئة الخامسة. قلل خبراء الأرصاد الجوية في البداية من تقدير إمكاناته، لكن الإعصار سرعان ما تحول إلى وحش مع تقدمه شرقا نحو ساحل فلوريدا. كان وصول الإعصار ميلتون إلى اليابسة مدمرا، فقد ضعفت رياح العاصفة التي كانت تتجاوز 150 ميلا في الساعة في الخليج قليلا إلى 120 ميلا في الساعة عند وصولها إلى اليابسة. ومع ذلك كان التأثير كارثيا. تسببت الأشرطة الخارجية للإعصار بحدوث عواصف عاتية هائلة على طول الساحل الغربي لفلوريدا، مما أدى إلى غمر مناطق مثل سانت بطرسبرغ وساراسوتا. فقد تسببت هذه الموجات الأولية من الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى 15 قدم في بعض الأماكن. مع تحرك إعصار ميلتون إلى الداخل ضرب منطقة خليج تامبا بأكملها، والتي كانت قد تجنبت بصعوبة إعصار هيلين قبل أسبوعين فقط. اشتدت قوة إعصار ميلتون على اليابسة، مما أدى إلى سحب الرطوبة من المستنقعات والأراضي الرطبة، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة. شهدت بعض المناطق أكثر من 20 بوصة من الأمطار في أقل من 48 ساعة. أدت الفيضانات المفاجئة إلى قطع الطرق وعزلت أحياء بأكملها، مما حول شوارع الضواحي الهادئة إلى أنهار هائجة. ثم تحركت العاصفة بسرعة عبر وسط فلوريدا، مما أدى إلى تدمير مناطق مثل أورلاندو التي عانت من انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وأضرار هيكلية. مع تقدم إعصار ميلتون شرقا خرج الإعصار إلى المحيط الأطلسي، لكنه استمر بتدمير المدن على طول الساحل الشرقي لولاية فلوريدا، مما أدى إلى حدوث فيضانات شديدة وأضرار ناجمة عن الرياح في المدن الساحلية مثل ميلبورن وديتونا بيتش. كانت الخسائر البشرية الناجمة عن إعصار ميلتون مفجعة، فقد تسبب بمقتل العشرات مع إصابة أو فقدان مئات آخرين. وتعطلت عمليات الإنقاذ بشدة بسبب الطرق المغمورة بالمياه وانقطاع التيار الكهربائي المستمر. اقتصاديا كان تأثير إعصار ميلتون هائلا، وتجاوزت تكلفته عشرات المليارات. وتم توجيه أوامر لسكان فلوريدا الذين رفضوا اتباع أوامر الإخلاء على الرغم من العيش في مسار إعصار ميلتون بكتابة أسمائهم على أذرعهم بقلم تحديد دائم حتى يمكن التعرف على جثتهم إذا لقوا حتفهم. قال قائد شرطة مقاطعة شارلوت بيل بروميل في مؤتمر صحفي: إذا اخترت البقاء فابحث عن علامة دائمة، اكتب اسمك وتاريخ ميلادك وأقرب أقربائك على ذراعك حتى نعرف من أنت ومن نتواصل معه. واختتم قوله: هذه ليست مزحة. هيلين وميلتون. إعصار هيلين الذي ضرب في أواخر سبتمبر 2024 كان من أقوى الأعاصير التي شهدتها فلوريدا في السنوات الأخيرة. بدأ كعاصفة استوائية في المحيط الأطلسي، ثم اشتدت قوته بسرعة ليصل إلى الفئة الرابعة عند اقترابه من السواحل.
ضرب هيلين مناطق مثل ميامي وكي ويست بشدة مع رياح تجاوزت سرعتها 140 ميلا في الساعة. الأمطار الغزيرة المصاحبة له تسببت بفيضانات ساحلية واسعة. الدمار شمل المنازل والمباني، كما تضررت البنية التحتية بشكل كبير. أما إعصار ميلتون يعد أحدث نظام يخرج مما يقول العلماء أنه أغرب موسم عواصف رأوه على الإطلاق. حتى قبل بدء موسم الأعاصير الأطلسية، كان خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون عاما مزدحما بالأعاصير، وبدأ الأمر بهذه الطريقة عندما كانت بيريل أول عاصفة تصل إلى الفئة الخامسة على الإطلاق، ثم ظهرت 5 أعاصير بين 26 من سبتمبر والسادس من أكتوبر، وهو أكثر من ضعف الرقم القياسي القديم. ومن وجهة نظر الأرصاد الجوية، يمثل إعصار ميلتون وإعصار هيلين نمطاً مثيراً للقلق، فقد أشار خبراء الأرصاد الجوية وعلماء المناخ إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيط يساهم بشكل متزايد بتكثيف العواصف بسرعة. وقد فاجأ ارتفاع إعصار ميلتون السريع من اضطراب استوائي إلى عاصفة من الفئة الخامسة العديد من الناس، على الرغم من نماذج التنبؤ المتطورة. وقد تشابهت شدة إعصار ميلتون السريع مع إعصار هيلين الذي اتبع مسارا مشابها، وتشكلت كلتا العاصفتين فوق الخليج مدعومتين بمياه أكثر دفئا من المعتاد، واتبعتا مسارا جنوبيا شرقيا نحو فلوريدا. سيظل التأثير الطويل الأمد لإعصار ميلتون محسوسا لسنوات. ستكون عملية إعادة البناء بطيئة ومكلفة، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الأكثر فقرا، ومن المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين بشكل كبير. وقد يجد العديد من أصحاب المنازل الذين يواجهون حقيقة الأضرار المتكررة الناجمة عن العواصف أنفسهم غير قادرين على إعادة البناء. وقد خصصت الحكومة الفيدرالية بالفعل أموال الطوارئ، لكن المسؤولين المحليين يخشون ألا تكون كافية. تظهر قاعدة بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن ما لا يقل عن 40 عاصفة في المحيط الأطلسي وصلت إلى الفئة الخامسة منذ عام 1924. على الرغم من أن 4 فقط ضربت الأرض بالفعل بهذه القوة، وفيما يلي بعض أكثر العواصف تدميراً. إعصار كاميل. ضرب إعصار كاميل نهر الميسيسيبي في عام 1969، مما أدى إلى ذروة عاصفة بلغت 24 قدماً ودمر كل شيء تقريباً على طول الساحل. تسبب بمقتل 259 شخصاً معظمهم في فيرجينيا، وتسبب بأضرار قدرت بنحو مليار و400 مليون دولار. إعصار أندرو. دمر أندرو جنوب فلوريدا في عام 1992 بسرعات رياح مستمرة تصل إلى 165 ميلا في الساعة، وأودى بحياة 26 شخصا بشكل مباشر، وألقي عليه اللوم في عشرات الوفيات الأخرى بعد أن تسبب بأضرار بلغت 30 مليار دولار. اعتبر في ذلك الوقت الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. إعصار مايكل. ضرب إعصار مايكل فلوريدا في عام 2018 بسرعة بلغت 160 ميلا في الساعة، وكان أقوى عاصفة تضرب اليابسة في ولاية سانشاين. تمت نسبة ما لا يقل عن 74 حالة وفاة إلى العاصفة، وتسبب مايكل بأضرار قدرت بنحو 25 مليار و100 مليون دولار.